مش مشكلة عندك شي أبل أهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشرة وعاجم من مدينة الرشيدية اللي في الحقيقة غادي نقولوا فين مشات. شابة اختفت في ظروف غامضة والأخ ديالها شاك في اختطاف من طرف أحد الشباب. في الحقيقة اللايف جد صادم واللي خلينا فيه متابعي قناة شوف تيفي الاتصال ديالو اللي هو 06 48 20 75 78، يعني اللي شافها شابة اللي في العمر ديالها متابعي قناة شوف تيفي لا يتجاوز 19 سنة. وغادي نخليكم متابعي قناة الشعب مع الأخ ديالها. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام. كي داير أمورك؟ لاباس أخويا. نتمناو لك إن شاء الله الخير ونتمناو أنها ترجع يعني بصحة جيدة لكم. شنو عاود لنا على الظروف ديال الاختطاف ولا الاختفاء ديالها؟ أخويا راه هادشي جانا مفاجأة من أخويا، راه كنا المهم عاديين ما بينا ما علينا، توصلت ديك 8 د الليل خرجات وما رجعتش خوادريه من الدار. المهم ولحد الان راه مازال خلا غادره من الدار، ما غدرات المنزل. المهم هادشي فوقاش الاول البارح، واه هو البارح مع 8 ديال الليل. 8 د الليل واه. المهم مشينا ديكلارينا درنا محضر ومازال لحد الان راه ما لقينا والو. المهم اللي شاف شي ولا كذا. واخا عندكم الرقم ديال التليفون ديالها؟ عندها شي تليفون ولا ما عندهاش؟ عندها و... واتصلتوا بالرقم والو؟ واش ما خدامش؟ لا النيميرو ديالها ما خدامش. لا النيميرو ديالها طافي. المهم جاتنا اخبار جديده من مين؟ جاتكم هذه الاخبار الجديده يعني؟ جاتنا من اسمعيت شي اتصال هاتفي هذا ولا شنو؟ اتصال هاتفي من شي سيد كنعرفو واش حنا. المهم اتصل مع الوالدة وقال لها ودي راني لقيت بنتكم وكذا. المهم يعني صونا عليكم شي واحد يقول لكم بانه لقى البنت ديالكم؟ واه صونا علينا قالنا راه لقينا بنتكم وكذا. المهم صونا على الوالدة قال لها واش هادي انت فلانة؟ قالت لها فلانة. وقال لها راني لقيت بنتك وكذا، لقيتها من اليوحة كتبكي وكذا، وقال لها هزيتها معايا. فين هادشي؟ اخويا قال لنا لقاها في جهه تقول ميما وقال لك هو عسكري سيربيس، قال لك دا مع الاكادير وهذه لا يقبل العقل. بعدا هذه هي وحده ولحد الان راه طافي النيميرو ديالو، راه ما خدامش. كان كيهضر معنا عادي واحد شوي طافي. فوقاش هضر معاكم غير هذا الصباح؟ هضر معنا وهذا الصباح جواهد السبعه عادي. سبعه الصباح هضر معنا. واحد شوي صونا انا عليه لقينا النمره طافيه ما بقاش خدامه، وعطانا نيميرو اخر كتصل هي به خوات ليا. المهم كنقولوا لها كيفاش كذا، قالت لك راه داكشي اللي كنقول لكم راه اللي كاين. كنقول لها ودي فين كاينه وكذا، قالت لك نيت فين؟ قال لكم السيد راني معاه كذا، راه عليا انا ما راه حتى انا غير تخطف من الدار وكذا. المهم داك السيد كنقولوا له صيفطها وكذا. المهم ما باش يصرحنا باللي كاين. قلت له يعني صيفطها لكم في الكار وهذه؟ إيه شنو قال له؟ قلنا له صيفطها في الكار. قال لنا ودي راه الكار ما غاديش يجي حتى السبعه ديال الليل. وعاود قلنا له صيفطها لنا في الطاكسي. قال لك راه الطاكسي 32000 ما قادش زعما يعطي الفلوس ولا. المهم لدرجه انك قلت له غير صيفطها انا نخلص. إيه حتى بكثر من 30000. إيه قلت له كاع انا عندي الطوموبيل نجي. وقال لك راه غالي المازوت، واش غتعطي المازوت من تما حتى لهنا؟ راه جات شويه قاسحه. قلت له ودي ماشي سوقنا حتى مليون. المهم وقطع عليا ومشى. وعاود بقيت واحد شويه، عاود صونينا على ديك النمره اللي صيفطنا ولقينا هي الناس حداه صونينا وهضرات معنا. وقلنا له كيفاش كذا؟ قالت لك واش غتسناو حتى بحال هكا زعما داكشي اللي قالنا هو في الاول. قال لك واش غتسنى حتى السبعه ديال العشيه باش زعما يجيبها يصيفطها في الكار؟ واحد شويه. المهم طفاو النماري ما بقاش خدامه، حتى ديك النمر اخرى ما بقاش كتخدم. والمهم هادشي اللي كاين بدا الخوت. المهم اللي لقى شي حاجه انتم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني كيف ما سمعتوا متابعي قناه شوف تيفي، يعني من تصريح الاخ ديال هاد الاخت هذه اللي تختطفات او تختفت يعني بظروف جد غامضه، واللي كيقول بانه جاهم اتصال هاتفي يعني هذا الصباح هذا، واللي كيقول لهم بانه عسكري هو على ما اظن، يعني على حد
على حد القول ديال هاد السيد هذا اللي اتصل بهم مع 7 ديال الصباح، وفي الاخير طفى عليهم الرقم لدرجه ان الاخ تيقول له بانه عندي سياره ممكن انني نمشي نجيبها، تصيفطها ليا في الطاكسي ماشي مشكل. الدنيا هانية نخلص الطاكسي واخا يكون بمليون نخلصو على ود الاخت ديالي، لكن في الغريب متابعي قناة الشعب، لكن في الغريب انه لقاو الارقام دابا حاليا طافيين، وهو الان يعني كيتواجد امام رجال الدرك الملكي باش انه يقدم يعني حتى هذا يعني الرقم ديال الهاتف ديالو يقدمو رجال الدرك الملكي مشكورين اللي كنعرفهم الحمد لله بالكفاءات ديالهم انهم غادي يستطيعوا الحمد لله يجيبوا هاد البنت بجميع الوسائل. وفي الحقيقه الاخ مصدوم والعائله مصدومه، واللي كتقول كنتمنى انها ترجع لنا البنت ديالنا، لان واخا ما غاديش نقدروا نقولوا عليها قصير لانها عندها 19 العالم 19 سنه، لكن انا كنظن بانها ولو انها 19 سنه فهذا تغرير بقصير، لان مازال صغيره ومازال السيده يعني ما شرباش عقلها بداك المفهوم النيت البشري والمعنوي ديالنا. لكن للاسف الشديد كنتمنى ان شاء الله انه ترجع لهم بصحه جيده. وهذا هي الرساله ديال الاخ اللي كيقول لك بان الرقم الهاتف هو 0648 20 75 78، يعني اللي شافها على الاقل انه يتصل بهذا الاخ ويخبره باي يعني مستجد جديد. وان شاء الله اكيد متابعي قناه شوف تيفي الى بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن، ونتمنى ان شاء الله عوده ميمونه لهاد الشابة هادي اللي في العمر ديالها ما كيتجاوز 19 سنة من مدينة الرشيدية.